أهلا بكم من جديد. كشفت البيانات الخاصة بالنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي لشهر نوفمبر عام 2019 عن ارتفاع السيولة النقدية في المصارف البحرينية بنسبة 9%. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. أعلن سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة بأن أسهم المجموعة في شركة خدمات مطار البحرين باس قد بلغت 44%، وذلك بموجب اتفاقية الامتياز التي تم توقيعها. وبموجب هذه الاتفاقية تمنح شركة مطار البحرين حق الامتياز التجاري لشركة خدمات مطار البحرين باس للعمل كمقدم لخدمات المناولة الأرضية في مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي، ومن بينها خدمات المناولة للمسافرين والأمتعة والطائرات والبضائع وخدمات التموين والخدمات الهندسية حتى عام 2034. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير مستوى الخدمات بصفة عامة، بالإضافة إلى تحديد معايير واضحة لكافة عمليات المناولة الأرضية المقدمة حسب المعايير الدولية، الأمر الذي ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ومشغلي خطوط الطيران من خلال الاستثمار في شراء معدات أرضية حديثة تواكب التكنولوجيا الدولية والداعمة للبيئة، والتي قد تصل تكلفتها إلى 7 ملايين دينار بحريني. وقعت بورصة البحرين مذكرة تفاهم مع شركة Sustainability Excellence، الشركة المتخصصة في مجال استشارات الاستدامة والتقارير والبحوث في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بهدف تفعيل سلسلة من المبادرات الاستراتيجية في مجال الاستدامة من أجل تعزيز الشفافية والإفصاح حول القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة على مستوى الشركات المدرجة في بورصة البحرين. وتهدف المذكرة إلى تنظيم العديد من المبادرات المتعلقة بالاستدامة الاستراتيجية لتبني معايير التنمية المستدامة من خلال أركانها الثلاثة البيئية والاجتماعية والحوكمة، الأمر الذي سيعزز من معايير وممارسات الاستدامة في بورصة البحرين والشركات المدرجة فيها والمستثمرين على حد سواء. أعلن بنك البحرين الوطني عن نتائج صفقته الرامية للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة لبنك البحرين الإسلامي، وعليه سيصبح بنك البحرين الوطني ذو حصة مسيطرة، حيث سيمتلك ما نسبته 78.8% من أسهم بنك البحرين الإسلامي بعد أن كانت ملكيته 29% قبل بدء العرض. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تقوية العلامتين التجاريتين لكل من بنك البحرين الوطني وبنك البحرين الإسلامي، اللذين بدورهما سيستمران بالعمل كبنكين مستقلين على الصعيدين المحلي والإقليمي. ونتابع الآن مشاهدينا أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.
وإلى إغلاقات البورصة لتعاقدات مطلع هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصتنا المحلية. فقد تقدم مؤشر البحرين العام في إقفال اليوم بارتفاع بنسبة 0.2% مقفلا عند مستوى 1641 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الصناعة. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة اليوم 4,643,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,389,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 97 صفقة. وجاءت في صدارة التداولات اليومية أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى باقي البورصات الخليجية، وكما نتابع أغلقت معظم البورصات على اللون الأخضر بارتفاع في نهاية تداولات اليوم، وكانت أبرز الأسواق الرابحة في نهاية تداولات اليوم يا الأحد سوق دبي المالي بإقفال بنسبة أو بارتفاع بنسبة 1.23% بإقفال عند مستوى 2863 نقطة، يليه أو تليه بورصة الكويت بارتفاع بنسبة 0.72% وبإقفال عند مستوى 7140 نقطة. أما سوق أبو ظبي للأوراق المالية فكانت الخاسرة الوحيدة في إقفالات اليوم بتراجع بنسبة 10 النقطة المئوية بإقفال عند مستوى 5173 نقطة. أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة STC ناصر الناصر في مقابلة مع قناة العربية إلى أن محاور مجموعة الأعمال بقمة العشرين متوائمة بشكل كبير جدا مع رؤية السعودية 2030 وتهدف إلى اقتصاد مزدهر، كما ونوه بأن مجموعة الأعمال بقمة العشرين B20 تتناول موضوعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة. في محاور رئيسية بس بعض الأمثلة، مثلا الطاقة والطاقة المتجددة والمناخ، هذه جزء أساسي حقيقة من الأعمال. موضوع الرقمنة والتحول الرقمي الديجيتاليزيشن، وإحنا نعرف أهمية الديجيتاليزيشن والتحول الرقمي في رؤية 2030، التريد والتجارة وما أدراك، ونعرف أهمية التجارة والاستثمارات الخارجية كجزء من رؤية 2030، الشفافية والإنتجريتي، وهذه أيضا جزء أساسي حقيقة. وشفنا الإجراءات التي قامت فيها الحكومة، يعني إلى الآن إجراءات تعزز الشفافية والإنتجريتي. الانفستمنت والاستثمارات تكلمنا عنها. أيضا عندنا بعض المواضيع اللي تخص الإدوكيشن والسكيلز، التعليم والمهارات المطلوبة للمستقبل. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. فيات كريسلر تخطط لتصنيع سيارات كهربائية وتطوير سيارات متصلة بالإنترنت في الصين. قالت وسائل إعلام ألمانية إن الاتحاد الأوروبي سيوقف 75% من المساعدات التي يقدمها التكتل إلى تركيا، وذلك بسبب عمليات التنقيب التي تقوم بها أنقرة الشرق المتوسط. وستقتصر مساعدات الاتحاد الأوروبي لتركيا على 168 مليون يورو، على أن يخصص 150 مليون يورو منها لتطوير الديمقراطية وسيادة القانون بالبلاد، فيما ينفق باقي المبلغ على تحسين المناطق الريفية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن قطع الاتحاد الأوروبي عن تركيا مساعدات بلغت 85 مليون يورو من ميزانية العام الجاري 2020، وذلك بسبب ما وصفه بانتهاكاتها لحقوق الإنسان. كما ويعتقد الخبراء أن المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية تحتوي على احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب تقريبا. قالت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن توقيع اتفاق المرحلة الأولى للتجارة
بين الولايات المتحدة والصين سيقلل ولكنه لن يمحو حالة عدم اليقين التي تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي العالمي. وقالت جورجيفا إن صندوق النقد يتوقع أن اتفاق التجارة سيضمن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6% في عام 2020، وإنها ناقشت تلك التوقعات مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خا. وأضافت جورجيفا إن تقديرات لصندوق النقد في السابق أشارت إلى أن التوترات التجارية العالمية ستقطع 18% أو 700 مليار دولار من النمو الاقتصادي العالمي. تخطط شركة فيات كريسلر لصناعة السيارات لتأسيس مشروع مشترك مع هون هاي الشركة الأم لفوكس كون التي تقوم بتجميع آيفون لتصنيع سيارات كهربائية وتطوير سيارات متصلة بالإنترنت في الصين، وذلك مع تطلعها لتعويض تراجع مركز الشركة في قطاع المركبات الكهربائية. وتوصلت فيات كريسلر إلى اتفاق ملزم لاندماج بقيمة 50 مليار دولار أو 50 مليار دولار مع بي إس إي الفرنسية، ومن شأن الاندماج أن يساعد الشركة الإيطالية الأمريكية لصناعة السيارات على تعزيز الموارد لتلبية قواعد جديدة صارمة للانبعاثات والاستثمارات في المركبات الكهربائية.